الحقيقة يمكن أنا مستغربة، بس هذه المواقع، إحنا بنشوف مواقع التواصل الاجتماعي حريصة جدا على كلمات بعينها تخص العنف، تخص أو تحض على الكراهية، أو مواقف سياسية بعينها. بنشوف بيحصل بان، بيحصل أكاونتس، أو بيحصل حسابات بتتقفل. لكن التحديات اللي زي دي، يعني احنا بنتكلم في احنا شايفين مستقبل ولد، يعني خليني اقول تاثر بشكل كبير جدا سلبا. انا مش عارفه هل في طريقه ممكن تتخذ تجاه هذه المواقع. ما ينفعش باي شكل من اشكال التحديات دي تكون موجوده اصلا، ان هي تكون بالناس الاطفال والمراهقين يقدروا يشوفوها عشان بتحقق ترند، وعشان بتجيب لايكس، وعشان الشيرز كتير. يعني دي نقطة الحقيقة لازم فعلا نتوقف عندها ونتساءل عنها. على أي حال لسه مكملين في هذا الموضوع، معانا كمان دكتور محمد حمودة استشاري الطب النفسي عشان نتكلم أكتر عن يعني التعامل مع المراهقين والأطفال اللي بيشوفوا هذه التحديات وإزاي نقدر نتعامل معهم. مساء الخير على حضرتك دكتور، ومنورنا في برنامج التساعة. مساء النور، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. لو هعرف من حضرتك يا فندم الدوافع مبدئيا اللي ممكن تخلي مراهقين ان هم يقدموا على مثل هذه التحديات، يعني هي حتى ما فيش فيها اي نوع من انواع المتعه الحقيقه. هو الحقيقه سن المراهقه بيتميز برغبه المراهق في الاستعراض واظهار القوه. فده العامل الاول اللي بيخلي المراهق يقدم على حاجه فيها خطوره بهدف الاستعراض قصاد زمايله، وان هو يوريهم ان هو بيعرف يعمل حاجه خارقه او حاجه مختلفه عن الاخرين. فدي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية التنافس، إن سن المراهقة بيتميز بالتنافس ما بين الأقران، فزميلي عمل فأنا هعمل عشان أبقى زيه. الحاجة الثالثة إنه دايماً الحاجات اللي فيها خطورة بتزود الأدرينالين وبتخلي الجهاز العصبي السمبثاوي يشتغل، وهو ده اللي بيخلي الطفل أو المراهق يحس إنه متوتر زيادة عن اللزوم. بعد ما الموقف بيخلص جهاز العصبي جار السمبثاوي بيبدأ يشتغل، فبيحس بالاسترخاء والنشوة، فدول بنسميهم أدرينالين أديكت. عارفه الناس لما تركب الملاهي، مع ان الملاهي مش مسليه، الملاهي المفروض مزعجه والمرجيحه بتشقلب وراسي تبقى تحت ورجلي تبقى فوق، ده كله بيرفع الادرينالين ويخلي الجهاز العصبي السمبثاوي يشتغل، وبعدين اول ما انزل احس بالمتعه والاسترخاء لان انا كنت في مخاطره والمخاطره انتهت. فده العامل الثالث. العامل الرابع انه المراهقين دايما بيبحثوا لنفسهم عن هويه ويبحثوا عن اثبات الذات، يعني هم عايزين يقولوا ان هم موجودين. فيثبت ذاته ازاي؟ يثبت ذاته من خلال انه يعمل تحدي زي تحدي التيك توك ده وياخد ترند ويتشهر. فهو بيحاول انه يثبت ذاته من خلال حاجه زي دي. طيب دكتور، خلينا نتفق انه صعب جدا ان احنا نقدر نمنع ولادنا وخاصه المراهقين من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيكون عليها الترندز دي او بيكون عليها التشالنجز او التحديات دي. ازاي نقدر نحميهم؟ التوعية أهم حاجة هي اللي ممكن تخلي أولادنا يعني يبقوا واخدين بالهم اللي فيه خطورة وما فيهوش خطورة. برضه ناخد بالنا إنه الاندفاعية بتاعت سن المراهقة بتخليه يجرب طول الوقت. المراهقين مندفعين في التصرفات وما يدركوش الخطورة قوي، يعني هم لسه بدأوا يعدوا مرحلة الطفولة وداخلين في مرحلة النضج، فهم لسه لا يعوا خطورة الأشياء قوي. يعني هو ما كانش يعي خطورة إنه هيقع فممكن رقبته تتكسر، لا. فهنا لازم نقف وقفه معاهم ونوعيهم، والاندفاعيه بتاعتهم نحجمها. طيب نحجمها ازاي؟ بمجرد الحديث معاهم ولا الحديث معاهم وبتواجدنا معاهم اغلب الوقت؟ يعني تاخدي بالك الفيديو كل اللي مصورينه زمايله، مفيش ولا مدرس موجود ولا حد كبير موجود ولا اي حد تاني، يعني الفيديو نفسه كل الموجود مراهقين لسه ما كملوش 18 سنه. طيب ما هو برضه في نقطة تانية حضرتك أشرت ليها يا دكتور، يعني إحنا شايفين هم مراهقين، ده يعني هم مفيش أي حتى حد يقول مثلا إيه ده، حد يبقى متابع للمراهقين دول، حد يعني يبقى على الأقل حتى واخد باله إيه اللي بيحصل. بالظبط، للأسف. ما هو ده لازم يبقى موجود. يعني التوعية لوحدها مش كفاية، التوعية تستوجب مننا رقابة، يعني زي ما كده بنوعي المواطنين في نشرات المرور وبعدين بنراقبهم في الاخر بالرادارات، نفس الحكايه. لازم يبقى في رقيب عشان يمنع الكارثه قبل ما تحصل، والا الكارثه هتحصل وبعدين نقول يا ريت الكارثه ما حصلتش.
يعني ربنا يسلم أولادنا جميعا. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي. مرة تانية يعني أعتقد إن إحنا محتاجين ننظر برضو لسياسة هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي اللي عادي بتتيح وتبيح هذه الفيديوهات اللي موجودة، اللي يعني كارثية بكل المقاييس.